وكيف ما تبعوا جميع المشاهدين والمتتبعين هاد الوقاحة وهاد البسالة الآن اللي وصل لها المسمى رايدة ولد الشينوية، ألا وهي بالدرجة الأولى الأوديوات اللي تم تسيب ديالهم هذه من جهة، ما نقدر نقول لهم حتى شي حاجة لأنه البحث مازال جاري، لكن الصدمة الكبيرة طبيعة الحال راه باش أنك تطاول على جسم قضائي راه ماشي بالسهل، هذه راه جرأة كبيرة، هذه جرأة كبيرة سمح لي، إنه هذا الشيء هذا راه جد 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 خطير، باش غادي تطاول وغادي تتهم واحد الاتهام جملة وتفصيلة وغتقول على أنه اليوم المحامين نصابة، لا 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 هادشي 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 راه ما خاصش الآن المحامين يسكتوا عليه، حنا كإعلاميين حنا حنا أيضا ما غنسكتوش على هادشي، غتكون مؤازرة دسارة ولا شناهي هادي الدسارة، هادي ماشي الدسارة، هادي الدسارة وهادي ثقة في النفس، هذا تطاول على هيئة تطاول تطاول قضائي ليس فقط على المحامين، المحامي قال السي رشيد أنه جميع هو جمع دار الجمع أنه جميع المحامين اليوم راهم منصابة بكل جرأة، أي هذا مس بجسم قضائي من المحامي ينظموا القانون من ينظموا القانون وتساعد كيف المسطرة القانونية وتساعد على ترافع والمؤازرة، كيف لنا أن نقول عن هذه المسائل هادو. المسألة الثانية هو عنده دابا ملف في الفرقة الوطنية وملي غيتم الإحالة ديالو على على المحكمة، شكون هذا المحامي هذا اللي عنده الجرأة أنه غيجي ويترافع عليه؟ لأنه هانو هان وملي كتهان فقط محامي راه كنتي الهيئة كاملة بأسرها، تيدرا جمع كل شيء قال كل شيء نصاب، إذا نصاب المحاميين أو جسم الناس اللي كيتابعوا الهيئة الناس الشرفاء النزهاء الأوفياء القضاء تهموا هذا السيد وصفهم بالنصابة، إذن إلى أين؟ الآن راه المتمسات ديالنا واضحة سي رشيد والموقف ديالنا واضح، الآن راه تواصلنا مع سيد النقيب ديال هيئة الدار البيضاء، تواصلنا مع بعض المحامون اللي غادي يتابعوا بشراسة وبقوة هذا الملف هذا، لأنه هذا الشيء هذا ما خصوش يمر مرور الكرام، لأنه إذا كان فقط قضية ديال الملف يعني ديال الملفات ديال 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 يعني الأوديوات اللي تسربات، الآن دابا رضا ولد الشينوية راه ولا عنده إشكال بعدا مع المحامون لانه ثابته في حقه صوتا وصوره. يعني حتى في هذه القضيه ديال اللي خرجت مؤخرا ديال الخرج وداك الشيء حتى شي محامي باش يترافع عليه في هذه القضيه هذه بدات لا 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 لانه هانو ودابا حنا ما يمكنش راه لا يمكن شي محامي او شي محاميه قصي الجسم ديالها وديالها غير ذلك وغتجي غتجي تازرك غتلقى مشاكل بعدا مع الهيئه ديالك غتلقى مشاكل مع الزملاء ديالك، هذا ان دل انما يدل على انك ما عندكش غيره على البدله ما عندكش غيره على الزملاء ديالك الا غير ذلك، فاليوم هذا الشيء حنا كنفيوها استاذه باش يكون معك واضح نفي تام وقاطع، لانه كنعرفوا المحاماة هي مهنه شريفه ودابا السيد ما اقتصرش فقط على السب والقذف ديال الناس العاديين والمؤثرين اللي معاه وهذا كما كنقولوا ضرب الطر وكذا، لا 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 وهذا دابا طاول على المحامي غدا غدا يقدر يطاول على السلطه القضائيه، بدا غدا السيد يقدر يكون يولي انفصالي ويخرج خارج ارض الوطن ويبدا يضرب لنا في المقدسات ديالنا، لا لازم عمليه استباقيه في هذا الشان هذا. كنشوفوا هنا رضا والشينوية بزاف بعد المؤثرين ما بقاوش دايرين واحد الحد، لا بطبيعة الحال هنا خاص تكون هناك لا خاص تكون هناك رقابة لجنة الأخلاق، لأنه تيك توك وفيسبوك وهذه إلى غير ذلك ولا شبه زريبة من ولا كيتوالى، أي كيتقصرفوا في جرائم إلكترونية جد كبيرة، جرائم هادشي راه كيقوم أفعال جرمية الآن أفعال جرمية أستاذ أنه هادشي غير ما عاد كيكثر علاش ما غادي نشوفوا ما كاينش واحد الحد اللي يدير لأنه خاص تدخل خاص تدخلات وخاص صرامة بخصوص فتح هادشي ديال الفيسبوك والواتساب وهذه إلى غير ذلك، تكون رقابة شكون أنت وعلاش باغي تهضر وهذه إلى غير ذلك، حتى تسيب كبير الآن راه شحال من واحد بسبب فيديو بسحب لايف مشى انتحر، شحال من واحد الآن بسبب فيديو بسبب واحد جوج كلمات مشى قصر راسه، الآن راه خصنا نعرفوا أن هاد السيد هذا راه يقترف راه مجرم في مواقع التواصل الاجتماعي كيقترف جميع أنواع الجرائم الإلكترونية باش نكونوا واضحين. سي رشيد كيبان لك واش خصنا لا لازم لازم الآن أنه كاملين نكونوا مع اعتقال وتكييف واحد العقوبة السجنية اللي صارمة ضد رضا ولد الشينوية. المذكرة الاعتقالية اللي كطالبوا بها؟ المذكرة الاعتقالية هي أقصى ما يمكن من العقوبات ليكون لا ليكون اليوم عبرة لكل واحد غيبغي يطاول على شي جهاز لا قضائي ولا جهاز مهني ولا شخصي ولا إلى غير ذلك،
باش يولي الانسان كيفكر ماشي يجيبها في مقول. واش مشى السي رشيد؟ هذا هو الملتمس ديالنا. عندنا قانون ينظم يمكن المسائل في اطار القانون. نعم. كما قلت المعنيين بالامر هما المحامون اللي خصهم يرفعوا واحد الشكايه كما كتقول، لان فيها السب والقذف والشتم وتحقير هيئه طبيعة الحال. نعم نعم. لا ولكن احنا حتى احنا كاعلاميين السي رشيد احنا راه حنا شريك اساسي، شريك اساسي للقضاء في تنوير الراي العام، في الوصول الى الحقيقه بزاف ديال الامور، اي اننا غادي نكونوا داعمين وغنكونوا مؤازرين وغنكونوا مع دعم المحاماه لهذا الفعل الجرمي اللي تعرضوا ليه. وشكرا لكم.